بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتأمل اليوم موضوعا شائكا، ربما لكل واحد منا قصة مع هذا الموضوع. فمن منا لم يفكر يوما بشخص فيجده أمامه بشكل مفاجئ؟ ومن منا لم يخطر بباله أن يكلم شخصا فيجد نفس الشخص يسبقه ويكلمه بالهاتف؟ كل واحد منا حقيقة له قصة أو أكثر مع ما سماه العلماء بالتخاطر. فما هو التخاطر؟ وهل أثبت العلماء القدرة على نقل المعلومات لمسافات بعيدة؟ وهل بالفعل تم اختراع جهاز لقراءة الأفكار؟ الحقيقة أيها الإخوة، كثير من الباحثين يؤكدون أن كل واحد منا يمتلك قدرة من نوع ما على التخاطر، وتتجلى مظاهر التخاطر في حياتنا من خلال إحساسنا بالآخرين أو التنبؤ بما سيحدث في مكان آخر في نفس اللحظة. الأم لديها قدرة عالية على التواصل والتخاطر عن بعد مع أبنائها، وربما يصدق المثل القائل: قلب الأم لا يكذب. ولكن في البداية، ما هو التخاطر؟ التخاطر عن بعد أو التخاطر الذهني كما يسميه بعض العلماء أو التواصل الروحي، هو نوع من الاتصال الفكري بين شخصين أو أكثر، يتم بينهما نقل الأخبار ودون أن يرى أحدهما الآخر، وربما تبلغ المسافة بين الشخصين آلاف الكيلومترات، حيث يقرأ أحد الشخصين ما يدور في دماغ الشخص الآخر من أفكار. طيب، التخاطر متى ظهر؟ الحقيقة هذا المصطلح ظهر أول مرة من خلال العالم فريدريك مايرز عام 1882، وهذا هو طبعا العالم فريدريك مايرز، والذي تحدث عن قصص للتخاطر تحدث بشكل متكرر، كما تحدث عن التنويم المغناطيسي والاستبصار، ويعني أشياء كثيرة جدا. الاستبصار مثلا هو قدرة الشخص على فهم نفسه والآخرين وإدراك جميع جوانب الشخصية والمشاكل المتعلقة بها وإيجاد الحلول لها. هناك العديد من التجارب العلمية الأخرى حاولت كشف هذا الغموض، وحاولت فتح نوافذ جديدة في عمل الدماغ. الدماغ يرسل إشارات ضوئية صغيرة وموجات كهرطيسية، طبعا غير مرئية، قد تكون صغيرة جدا أو مشوشة، لكنها تساعد العلماء على التوصل إلى الاستنتاجات التالية. الحقيقة الاستنتاجات قدمتها جمعية الأبحاث النفسية منذ تأسيسها، في طبعا أسست في لندن عام 1882، واهتمت كثيرا بموضوع التخاطر، وانقسم أعضاؤها إلى فريق يؤمن بوجود قوة فوق الطبيعة، وفريق آخر ينتهج المنهج العلمي في تحليل الظواهر النفسية. وتؤكد أبحاث هذه الجمعية أن أدمغتنا مصممة لالتقاط إشارات اجتماعية دقيقة. الحقيقة أيها الأحبة، أدمغتنا مجهزة لتلتقط الإشارات اللاسلكية، وتعكس هذه الإشارات أيضا تلقائيا. أيضا أدمغتنا تعكس النوايا والعواطف في وجود الآخرين، وهي مؤهلة للاتصال عبر مسافات كبيرة وبترددات متشابهة. أغلب الناس لديهم القدرة على التخاطر، لكن بعض الأشخاص يملكون قدرة أكبر من غيرهم. الباحثون يؤكدون أن التخاطر يتطلب مزيدا من الانفتاح العاطفي على الآخرين، وطبعا هناك دراسات كثيرة جدا، دراسة مثلا عن أشخاص لديهم نسبة عالية
من هرمون الحب، أوكسيتوسين. هذا الهرمون حقيقة يعني يدفع الأم لمعانقة طفلها والإحساس به، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية لدرجة أن الأم تستطيع أن تتنبأ أو تعرف حالة ابنها حتى لو كان بعيدا عنها. الحقيقة يعني على الرغم من أن هذه الفرضيات ما تزال غير مثبتة، أحد خبراء علم النفس التخاطري يقول إنه يمكن أن يكون لدينا اتصال تخاطري إذا كنا متصلين مع أشخاص على مستوى عاطفي أو عقلي أو روحي، كالذي يحدث بين الأم وأبنائها أو بين الأزواج المتحابين دون نية للقيام بذلك أو إدراك ذلك. طيب الآن التخاطر إذن موجود عند البشر، ماذا عن الكائنات الحية؟ الحقيقة لدى الكثير من الكائنات الحية قدرة على التواصل والتخاطر عن بعد. من أروع الأمثلة النمل، الحشرات معظمها يتواصل، ولكن لدى النمل قدرة هائلة على التواصل. أثناء عمل النمل ونقل الطعام والغذاء وبناء المساكن، حقيقة بناء المساكن عند النمل يتم بطريقة معقدة جدا، ويتطلب هذا قدرة هائلة على التواصل أحيانا بين مليارات النملات. لذلك يقول الباحثون إن النمل ينظم حياته ومعيشته وأساليب الدفاع عن نفسه وكذلك بناء المساكن، كل هذا يتم بالتواصل عن بعد باستخدام موجات كهرطيسية، حيث تتواصل ملايين النملات لتنظيم وبناء المساكن. ويعتبر هذا من أعقد أنواع التخاطر في الطبيعة. طيب هل قام العلماء بإجراء تجربة ناجحة للتخاطر؟ يعني هل ثبت علميا ذلك؟ قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع دعونا ندخل إلى الدماغ ونسبر أغواره لاكتشاف أحد أكثر الأسرار غموضا، وهي موجات الدماغ الكهرطيسية. اكتشف العلماء حتى الآن مجموعة من الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ. طبعا هذه الموجات حقيقة أنا لدي صورة هنا، نرى موجات جاما وموجات بيتا وألفا وثيتا ودلتا. طبعا كل موجة لها عمل، فموجات جاما مثلا في حالة اليقظة وحل المشاكل، وموجات دلتا الأقل ترددا في حالة النوم العميق. الحقيقة إن كل فكرة تفكر فيها فإن دماغك يطلق موجات محددة، فإذا استطعنا قراءة الموجات التي يطلقها الدماغ ومعالجتها بالكمبيوتر سوف يصبح التخاطر مع الكمبيوتر أمرا سهلا. لذلك بما أنه لكل شخص نمط من موجات الدماغ يختلف عن الآخر، وهذه الموجات معقدة جدا ومن الصعب التعرف عليها حتى الآن، ولكن هناك تجارب واعدة في هذا المجال، منها ابتكار أول جهاز يحول موجات الدماغ إلى كلام على شاشة الكمبيوتر. ولكن السؤال، هل تم اختراع جهاز لقراءة الأفكار؟ يسعى العلماء حاليا لابتكار جهاز لقراءة الأفكار. طبعا محاولات كثيرة أيها الأحبة لربط الدماغ مع الكمبيوتر، محاولات لربط الدماغ مع الكمبيوتر بهدف اختراع هذا الجهاز. هذا الجهاز يعمل بالأفكار فقط من دون لمس أو كلام، أي يعمل عن بعد، بمجرد أن تفكر بفتح نافذة جديدة على الكمبيوتر أو كتابة رقم سيقوم الكمبيوتر بذلك من على بعد. هذا يبدو أقرب للخيال العلمي، ولكن بالفعل تم تحقيق هذا الأمر عمليا. أيها الإخوة والأخوات، لدينا فاصل ثم نتابع الحديث عن هذا الموضوع الشيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، عدنا إليكم ومع موضوع التخاطر، وكنا قد توقفنا في الفاصل الأول عند تمكن العلماء من ابتكار جهاز جديد يقرأ الأفكار ويحولها إلى جمل مكتوبة من دون أن تكتب، فقط أن تنظر إلى هذا الجهاز. من خلال خبراء في جامعة كاليفورنيا، هناك دراسة نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز. هذه الدراسة أظهرت أن الجهاز ساعد أحد المتطوعين أثناء محاولته نطق الحروف بدون صوت، حيث أمكن إنتاج جمل من 1152 كلمة، طبعا بسرعة 29 حرفا في الدقيقة، وكان معدل الخطأ في الحروف بنسبة تقريبا 6%. يعني هذا الأمر جيد جدا يعتبر. لذلك الخبراء يؤكدون أن مثل هذه التجارب لازالت في بداياتها، وينبغي أن تتوسع هذه التجارب وتوسيع تطبيقاتها على عدد أكبر من المشاركين لتحظى بالاعتراف العلمي. طبعا العالم كله اليوم أيها الأحبة يسعى لاختراع وسائل للتواصل عن بعد كما سنرى. الخبراء يؤكدون أن مثل هذه التجارب لا زالت كما قلنا في بداياتها، ولكن هناك دراسة نشرت في مجلة بلس ون، المجلة الشهيرة العلمية، فإن العلماء قاموا بتجربة عن التخاطر عام 2014، تمكنوا من خلالها من وصل شخصين ببعضهما، أحدهما في الهند والآخر في فرنسا. الحقيقة أنا لدي صورة لهذه الدراسة نراها أمامنا. طبعا مجلة بلس ون من المجلات المرموقة جدا والموثوقة علميا، يعني لا تنشر أي دراسة، فاهتمت بهذه الدراسة ونشرتها. وكانت فكرة التجربة أنهم وضعوا شخصا في فرنسا يفكر بكلمة، مثلا كلمة مرحبا أو هلو، ويقوم جهاز كمبيوتر خاص بالتقاط موجة الدماغ منه وتحليلها وإرسالها للهند لشخص آخر. هناك جهاز يتلقى هذه الإشارة ويبثها إلى دماغ الشخص الذي في الهند، يقوم بتحويلها إلى نبضات كهرطيسية، بالفعل أثرت على دماغ الشخص هذا، وكان احتمال الخطأ في هذه التجربة فقط 11%. إذن هذه التجربة ملفتة جدا للانتباه. الأمر لم يقتصر على جامعة كاليفورنيا وغيرها، جامعة واشنطن اهتمت بالموضوع أيضا، وفي عام 2014 قام الباحثون بربط دماغي شخصين على مسافة 1 كيلومتر بينهما، وتمكن أحدهما من دفع الآخر عبر إشارات دماغية فقط، يعني دفع بإشارات دماغية تلقاها الآخر وجعله يضغط على زر بلون محدد. طبعا أنا لدي الصورة عن البحث هنا الصادر عن جامعة واشنطن والمنشور في مجلة Scientific Reports، أيضا مجلة علمية مرموقة وشهيرة جدا. في بحث أيضا للجامعة نفسها عام 2019، تمكن العلماء من إيجاد طريقة تمكن 3 أشخاص من حل مشكلة أو مسألة معينة معا باستخدام التواصل العقلي فقط، حيث يساعد شخصان الشخص الثالث في حل هذه المشكلة باستخدام الإشارات الكهربائية فقط التي تنتقل من عقولهما أو من أدمغتهما إلى دماغ الشخص الثالث. الحقيقة أيها الأحبة، يعني هذا الموضوع معقد جدا، لذلك العلماء بدأوا يفكرون بالمستقبل، كيف سيكون شكل التواصل بين البشر في المستقبل. موقع بي بي سي نشر مقال عن هذا الموضوع وقال الناس سيتواصلون في المستقبل باستخدام أجهزة
مزروعة في أجسامهم أو في أدمغتهم، وكاميرات تعطي صور مجسمة بتقنية الهولوغرام. طبعاً هذا الاقتراح اقترحه الدكتور إيان بيرسون المتخصص في علم المستقبل، حيث قال بحلول عام 2050، هنا طبعاً صورة تمثيلية لما سيكون عليه الحال، بحلول عام 2050 سوف نتواصل عبر نمط من التخاطب، عبر تكنولوجيا التعرف على الأفكار، أي التخاطر، بتقنيات يمكنها تتبع أفكار البشر ونقلها للآخرين. الحقيقة أحبتي في الله، ربما تكون لدينا أجهزة إلكترونية متناهية في الصغر يتم حقنها في جسم الإنسان لتصل إلى الدماغ وتنتقل منه، من الدماغ، المعلومات وتنقلها إلى أجهزة خارجية، وبذلك يتم التواصل من خلال هذا التخاطر، ما يؤدي إلى زيادة معرفتنا بشكل كبير. نعود لجامعة كاليفورنيا، حيث يتوقع مجموعة من الخبراء والباحثين، وهناك أيضا المعهد الأمريكي للتصنيع الجزيئي، يتوقعون بمستقبل غريب جدا. طبعا هذه الصورة لهؤلاء العلماء، عشرات العلماء حقيقة أعدوا دراسة قالوا فيها إن المستقبل قد يستفيد البشر فيه من الكم الهائل من المعلومات. هذه المعلومات موجودة على الإنترنت عن طريق تصنيع واجهة حاسوبية تربط القشرة الدماغية لدى البشر بالإنترنت، فتدمج الذكاء الاصطناعي والتفكير الجمعي لملايين البشر معا. وهذه التقنية تتيح للبشر التجول بعقولهم، يعني لا داعي لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت، فقط تفكر بدماغك وتتجول في ملايين المراجع والصور والفيديوهات، وتحمل ما تريده فورا على الذاكرة في دماغك. وطبعا يعني هذا الأمر يعتبر قدرة هائلة على التعلم والذكاء البشري. كذلك يمكن البشر من امتلاك قدرة على حل العقبات والمشكلات والمشاكل المختلفة التي يتعرضون لها. ولكن أيها الأحبة، يعني هذه التكنولوجيا، التواصل بين البشر والتحكم بها، حقيقة لو حدثت بالفعل سوف تخترق خصوصية الناس، ويسهل على ما يسمى بالهاكرز اختراق دماغ الإنسان ومعرفة أسراره وما يفكر به. وهذه يعني تسبب أو تولد مخاوف لدى العلماء. طبعا الأخطر من ذلك، ماذا لو تم اختراع جهاز للتخاطر بهذا الشكل من خلال أقطاب مزروعة في الدماغ؟ سيكون بإمكان من يملك هذه التكنولوجيا أن يتحكم في عقول البشر. مثلا يمكن أن يعطي أمرا لشخص ما بارتكاب جريمة، أو أن ينتحر، أو أن يفعل أي شيء. فإذا هي تقنية خطيرة، أنا شخصيا لا أتصور أن البشر سيمتلكونها، لأن طبعا كل واحد له خصوصية، والدماغ البشري معقد جدا. أخيرا أيها الأحبة، بعد أن رأينا موضوع التخاطر الذي بالفعل بدأ يثبت علميا، على الرغم من أن كثير من العلماء يقولون بحاجة إلى دراسات كثيرة، ربما نتذكر في تاريخنا الإسلامي الحادثة الشهيرة التي وردت عن الخليفة عمر بن الخطاب، حينما وقف يخطب على المنبر ثم قطع حديثه فجأة وقال: يا سارية الجبل الجبل. وحينما سئل عن ذلك قال إنه رأى جيش المسلمين يهزم وأن عليهم الاحتماء بالجبل. بعدما انتهت المعركة وعاد الصحابي سارية، قال إنه سمع صوتا ينادي: يا سارية الجبل الجبل. فسارع للاحتماء بالجبل، وبالفعل تم الفتح وتم تحقيق النصر. هذه حادثة شهيرة
عن موضوع التخاطر. أيها الأحبة، الموضوع كبير جدا ومتشعب، ولكن حاولت أن نأخذ فكرة عامة علمية موثقة علميا عن هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قدمناه العلم النافع. إن شاء الله في لقاء قادم نتناول موضوعا جديدا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.